أنا يلي أبوه خانه، أبي اللي كان عندي إياه كل شي بالدنيا، لهالسبب أنا اليوم معك وتخليت عنه. وبعرف كتير منيح إني غلطت بحقك وما عندي حكي يعوضك عن هالأيام البشعة اللي مرت. يعني كل شي رح يتصلح وينتهي إذا حكيت هالحكي؟ لا ما رح ينتهي، وأنا ما بدي إنهي أساساً. أول مرة ما بكون عامل شي غلط، أنا غلطت كتير من قبل، بس بحب من قلبي وأول مرة بحس بهالشي. هذا الإحساس هو اللي دمر لي حياتي.